مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الكرام، أجواء جميلة وليلة فيها الجو مثالي في ملعب المباراة. من كابينة التعليق سأتواجد معكم أنا فارس عوض. لقاء اليوم يأتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث سيكون فريق بروسيا دورتموند يواجه البي اس جي. من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة المباراة ونقاطها، لأن في النهاية جمع هذه النقاط يفيد في الاستمرار في البطولة. نوردي موكيلي، إيمري، شوف المساندة، أسينسيو، فرصة للتقدم في المباراة، الكرة في المرمى، هدف مبكر يأتي ويفتتح شريط الأهداف. شوف الإعادة هنا، استمتع بهذا الإنهاء رغم الضغط الكبير، القوة هنا والتحمل اللي يصنع الفارق في هذه اللحظات. كرة بحوزة البي اس جي الآن. إيمري يتقدم باتجاه، عنده فرصة للتسجيل، تصدي لم يضع حدا للخطورة، ينتهي التهديد على المرمى ويحسم الموقف في هذه اللقطة. والتدخل الحاسم هنا، كيليان مبابي، برافو، تغطية سليمة، ابعاد لهذه الكرة، خلصها من مناطق الخطر. ممتاز التحرك لدعم الهجوم في اللقطة. خطورة قائمة بعد هذا التصدي. هرنانديز، انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان، تمرير فرصة يا إلهي، هذه كانت هدف محقق، لكن حارس المرمى حرم منافسه من كرة خطيرة بتألقه، بمرونته، بسرعته، بردة فعل الخيالية من هذه المسافة. ماركينيوس، إيمري، مبامبي، تصويبة لم تشكل أي خطورة، والآن وصلنا لنهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. الشوط الثاني ينطلق، ونذكر حضراتكم بتقدم البي اس جي، لكنه ما زال لم يحسم النتيجة. الدعم يأتي في هذه اللحظات، هنا مع عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو، عند الكرة الآن، يضعها في المرمى، والحارس يرتمي بكل أناقة، بكل هدوء، يتصدى لهذه الكرة، هذه لعباته، عودنا عليها. الكرة في المرمى، يسجل من جديد، ثنائية اليوم ببساطة، لا يمكن إيقافه، ويستمتع بما يقدمه في الملعب اليوم. نتابع الآن إعادة الهدف والكرة اللي أرسلت عرضية، ومن ثم الإنهاء الجميل من كيليان مبابي، كرة رأسية مميزة تستقر في الشباك. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. بمروة تقدم بالكرة، العارضة بتخلصها، امريكان، تدخل قوي في اللقطة، يتقدم بشكل سريع باتجاه المرمى، فرصة لتقليص الفارق، انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل، وبالتالي لا خطورة على المنافس. سيباستيان هالار،
رائع في قراءة الفريق الخصم. إيمري، كيليان مبابي، مبابي، مبابي بيرسلها. الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. سيبستيان هالار، الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة.